إذا هلا نكمل الجزء اللي بعده رح يصير عندي كمان. هلا هون رح تلاحظوا هاي ماخذ بعين الاعتبار حتى تغطي كل البوسيبيليتيز، كل البوسيبيليتيز الممكنه. هلا في كثير من الحالات رح نلاقي انه دي مش موجوده. شو دي بتقول لي؟ ايش بتقول لنا دي انه ممكن يكون؟ ممكن في علاقه مباشره ما بين الانبوت والاوتبوت بغض النظر عن الستيت فاريبلز. يعني احيانا الاوتبوت بيكون فانكشن اوف ذا ستيتس، وكمان في ارتباط مباشر بينه وبين الانبوت وبين الاوتبوت مباشره. في كثير سيستمز هاي بتكون زيرو، ما فيش علاقه، يعني ما فيش ارتباط مباشر، والاعتماد كله بيكون على سي اكس. اذا واي راح تكون عندي هلا قديش قلنا الدايمنشن تبعت الاوتبوت؟ جي، مظبوط. واحنا قلنا كولوم فيكتور، كل شيء كولوم فيكتور هون. اذا هاي ايش راح يكون الدايمنشنز تبعت واي؟ جي في واحد، جي في واحد. اذا كان الاوتبوت عندي، وهذه راح تكون اي في واحد من هون. اوكي، فعندي اي انبوتس وعندي جي اوتبوتس من هون. هلا نيجي على سي. عندنا هون قلنا هاي راح تكون هون عندي ان باي ان، ان باي اي. هلا راح يكون عندي هون جي باي ان. عندي هون عدد الانبوتس اللي جاي من هون ان، فراح تصير عندي نطلع على المعادله هاي اكس راح تكون عندي هون ان بارامترز موجوده فيها، وعندي سي. هلا واي ايش الدايمنشنز تبعتها؟ لازم تكون جي باي 1، فلازم يطلع معي عدد من هون جي، فلازم تكون هذه جي، وهاي قديش لازم تكون؟ ان، فراح تصير جي باي ان، فسي راح تكون جي باي ان، بحيث اني الان باخذ سي 11 سي 12 لحد ما اوصل سي 1 ان، وهون عندي سي 21 لحد ما اوصل سي جي 1. باخذ هدول بضربهم في ان، بعطوني اول اوتبوت من هون، تاخذ الثانيين بضربهم هون بكمل. هلا بعدين اخر شيء عندي، عندي يو. يو ايش الدايمنشنز تبعتها؟ اي، فراح يكون عندي هون اي اليمنتس هون، وهون عندي واحد، ولازم يطلع معي كم اليمنت؟ فعندي هون جي وهون عندي اي. شو بتكون هاي؟ جي باي. اذا حتى نلخص هدول، اي راح تكون ان باي ان، بي راح تكون ان باي اي، سي بتكون جي باي ان، ودي بتكون جي باي اي. يو الدايمنشنز تبعتها اي في واحد، يو الدايمنشنز تبعتها اي في واحد، اكس الدايمنشنز تبعتها ان في واحد، اكس دوت الدايمنشنز تبعتها ان في واحد، واي الدايمنشنز تبعتها جي في واحد، وايش ضل عندي؟ واكس نفس الشيء. اوكي، اذا هاي هي العلاقه. هاي اذا هاي من هاي بنعتبرها ستيت ايكويشن او الانبوت ايكويشن، لانها بتعبر لي عن ستيتس وفي علاقه بينها وبين الانبوت. هاي بتعطيني الاوتبوت، بتقول لي واي. ايش بذكركم واي هون؟ بايش؟ المثال اللي حكينا عنه قبل شوي، الطالب. اوكي، هذا الاوتبوت، الاوتبوت بيعتمد على الستيتس اللي موجوده هون. هلا بمعظم الحالات راح تلاقوا انه هاي مش موجوده، فواي بيعتمد على values of x. واذا x، اذا y كان مثلا واحد 1 by 1، كان single input و single output، لو صار هذا single input single output كيف بغير هاي اللي هون؟ اذا صار single input single output هاي شو بدها تتحول؟ عندي هون واحد، مش هيك؟ بصير 1 by 1. ولو صارت هذه عندي single output شو راح يصير عندي هون؟ هاي راح تصير واحد، وهون راح يصير في عندي سنجل انبوت، وهاي صارت واحد وهاي واحد، فهاي راح تصير 1 باي 1 يعني سكيلر، وهاي راح تتحول كلها من هون سكيلر، فراح يعطيني هذا من هون سكيلر بهذا الشكل من هون هيك، وهذا هاي مضبوطه هيك سكيلر. راح يصير عندي سي، ايش الدايمنشنز تبعت سي؟ راح تصير 1 باي ان، وهذا كله راح يصير عندي هون، راح يطلع عندي سكيلر زائد سكيلر بيساوي سكيلر. بس هون راح يضل، طبعا اذا صار هون ان واحد ما لهاش معنى، صار فيري تريفيال السيستم من هون. اوكي ماشي، واضح؟